بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة دلوقتي عندنا بنعالج موضوع الأصول الثابتة. الأصول الثابتة لها ثلاث موضوعات أو ثلاث مشاكل. أول حاجة، بنقيس التكليف اللي هيسجل بها إيه الأصل. لما نشتري أصل في عندنا ثلاث احتمالات، إن أنا بسدد قيمة الأصل نقدا، شراء أصل نقدي ما فيهاش إيه مش مشكلة. لو فيه شراء بالأجل، يقول لك إيه، إذا سددت خلال مدة معينة بديلك خصم نقدي. فدي نحن إيه بنتكلم عليها دلوقتي. في حالة الخصم النقدي، عارفين زي ما قلنا في المحاسبة المالية، الأصل يسجل بالسعر النقدي بغض النظر عن السعر الآجل. وبالتالي إذا كان فيه صفقة آجلة مع خصم نقدي، إذا سددنا في الميعاد، الخصم النقدي بيستوعب في كافة الأحوال، وبالتالي يسجل الأصل بالسعر النقدي بغض النظر عن أي فوائد أو أي خصم نقدي. ده أول نقطة. النقطة الثانية، ممكن أشتري الأصل على أقساط طويلة، أسدد الثمن بالتقسيط. فهنا الثمن اللي أنا مدين به للبائع هيتكون من حاجتين: السعر النقدي زائد الفوائد عليه. زي ما قلنا قبل كده في المحاسبة المالية، السعر الآجل هو عنصر واحد، حاجة واحدة ولا حاجتين؟ قلنا حاجتين. إيه هما؟ السعر النقدي زائد الفوائد. نفس الوضع، لو أنا هسدد على أقساط يبقى فيه فوائد. فيه فوائد دي انا تستبعد من الاصل خالص، ويسجل الاصل بالسعر ايه النقد كالعاده. بس هنا بقى في عندنا حته جديده، وهي ايه؟ ان انا بسدد كل فتره بسدد قسط. فانا عندي بسدد قسط كل سنه. هناخد مثال صغير عندنا نهوت. عموما الاصل يسجل عن القيد اللي عند شراء الاصل. هقول ايه؟ من حساب الاصل من مذكورين، حساب الاصل بالسعر النقدي، وحساب فوائد اقساط غير مستحقه. الدائن او اللي انا اشتريت منه هيجعل دائن بمقدار الاثنين مع بعض. طيب هناخد مثال رقمي. هناخد مثال رقمي يبقى افضل. انا عندي هنا مثال. إذا كان الأصل ثمن نقدي 20,000، وكان معدل الفائدة السادس السوق هو 8%، واتفق على تسديد الثمن على خمس أقساط سنوية متساوية، قيمة كل منها 5,009. 5,009. طيب كل قسط كل سنة، القسط هيتمن جزء من أصل الثمن وجزء من الفايدة على الرصيد، زي ما هنشوف في الجدول بتاعنا دلوقتي. عندنا ثلاث خمس او ست اعمدة. الرصيد اول مدة، اول سنة. النهاردة ده في تاريخ الشراء، اشتريته بكام؟ ب20,000. ال20,000 ديت هو ده قيمة الاصل في يوم الشراء، السعر النقدي بتاعه. انا دلوقتي مدين للطرف الثاني اللي هو البائع ب20,000. هقعد سنة مدين بال20,000، السنة دي عليها فايدة. معدل الفايدة السائد في السوق هو 8%. يبقى الفايدة عن السنة دي كام؟ عبارة عن 20,000 في 8% تديني 1,600. إذا آخر السنة الأولى أنا عليا كام؟ هيبقى عليا اللي هو الجملة 21,600. هسدد قسط 5,009. يبقى فضل عليا كام؟ هطرح ال 5,009 من ال 21,600، هتديني رصيد اخر السنه ايه؟ الاولى. رصيد اخر السنه الاولى هو رصيد اول السنه ايه؟ الثانيه. طيب اول السنه الثانيه عليا 16,591. عليهم فايده كام؟ 8%. ال 8% في ايدها هيديني الفايده عن السنة الثانية 1,327. يبقى الجملة في السنة الثانية، آخر السنة الثانية، 17
918. هسدد 5009، هطرح ال 5009 من الجملة، هتديني الرصيد آخر السنة إيه؟ التانية. وهكذا آخر رصيد السنة التانية هو يكون أول رصيد السنة التالتة، السنة التالتة الرصيد ده هو هحتاج 8% لمدة السنة، هتديني الفايدة، أجمع الفايدة على رصيد أول مدة تديني إيه؟ الجملة. الجملة أطرح منها القسط هيديني الرصيد آخر السنة إيه؟ التالتة. وهكذا لمدة إيه؟ الخمس سنين. دي ازاي الجدول بيتعامل. عاوزك بقى تعرف انا دلوقتي هنا الجدول ده لمده ايه؟ 3 سنين بس، جزء من الجدول. الجدول اللي عندك في الكتاب لما تشوفه هتلاقي 5 سنين. كل قسط، خلي بالك نقطه مهمه جدا، كل قسط 5009 يسدد الاول ناخد منه الفايده، واللي باقي من القسط هيعتبر سداد من اصل ايه؟ القرض. تعالوا كده نجرب في اول السنه. اول سنه الفايده بتاعتها كام؟ 1600. سددنا كام؟ 5009. يبقى ال 5009 هنسدد منها الاول ايه؟ 1600. اطرح 1600 من 5009 هيدي لك ايه؟ 3409. اذا كان انا لما سددت 5009 كان جزء منه الفايده اللي هو ال 1600، والباقي من اصل ايه؟ الثمن اللي هم الايه؟ ال 20000. السنة الثانية الفايدة كام؟ 1327. هنطرحها من القسط، هيديني الجزء اللي تسدد من تمن ايه؟ الاصل اللي هما 20000. السنة الثالثة تعالوا نجرب كده نحسبها، الفايدة كام؟ 1033. احنا سددنا كام؟ 5009. اطرح كده 1033 من 5009، 3 من 9 6 اهي. او بعدين 4 من 3 من 9 6، وبعدين 3 من 10 7، وبعدين 9 3. اذا ال 5009 القسط غطى الاول الفايده، والباقي يعتبر من اصل ايه؟ القرض. لو انت عندك الجدول كامل هتبص تلاقي مجموع الفايده في الاول كله اخر 5000 او حاجه زي كده. انت بص هنا احنا هنسدد كام قسط؟ 5. بص 5 اقساط متساوي، كل واحد منهم كام؟ 5009. 5 في 5009 دي 25045. اذا مجموع الاقساط السنويه 25045. هتبص تلاقي مجموع الاقساط عباره عن يساوي مجموع الفوائد زائد مجموع المسدد من اصل التام. العمود ده هو في اخره هتلاقي 20000. يبقى سددنا ال 20000 اللي احنا كنا بنبني علينا من الاول 20000، والفوائد 5000، يبقى مجموع اللي احنا ايه كنا هنسدده. ادي هنا ايه تفصيل الاعمال. المبلغ المسدد من اصل عباره عن ايه؟ الفوائد عمود 4 قسط ناقص عمود 2 اللي هي ايه؟ الفايده. تعالوا بقى هنسجل القيود اليوميه. اول سنه اولى، اول سنه الاولى عند الشراء اشترينا اصل، الاصل قيمته كام؟ قيمته 25000 ولا 20000؟ سؤال ليك انت. الاجابه ان الاصل يجعل مدينا بالسعر النقدي فقط اللي هما كام؟ 20000. طيب الدائن له عندنا كام؟ عندنا له عندنا 5 اقساط اللي هو الخمسه، هيبقى مجموعهم كام؟ 25045. يبقى الاصل مدين ب 20، والدائن البائع دائن ب 25045. يبقى في فرق بين الجانبين. الفرق عباره عن ايه؟ عباره عن الفوائد عن الخمس سنين. النهارده هل الفوائد دي مستحقه عليا؟ تعتبر فوائد، تعتبر نفقات؟ هل تعتبر من ضمن النفقات وتخش في حساب البعث؟ قال لك النهارده لا. ليه؟ لان الفائده تكتسب بمضي المده. تعالوا بقى شوف القيد. النهارده اشترينا، قال لك حساب الاصل 20000، الفوائد غير مستحقه اللي هم الخمسه ايه؟ 45. مجموع الاثنين الى حساب ايه؟ الدائن. ده عند الشراء في السنة الأولى.
طيب اخر السنه الاولى ايه اللي هيحصل؟ هنسدد القسط. يبقى ايه؟ هنسدد القسط اللي اداني، ده انا هاخد 5009 يبقى مدين بيها. والنقديه دائنه بالقسط اللي هي خرج من النقديه. وفي نفس الوقت السنه دي عليها فوائد اللي ما عندهاش؟ عليها فوائد. الفوائد دي كانت ايه في الاول خالص؟ انها فوائد اقساط غير مستحقه. بس لما قعدنا سنه اصبح فيه اللي غير مستحق اصبح فوائد مدينه مستحقه على الشركه، لان السنه استفادت بالاصل، السنه استفادت بالقرض، يبقى تتحمل بالفوائد بتاعتك. خلي بالك بقى القيد الثاني، اذا ده عندي القيد الاول عند الشراء في السنه الاولى، اخر السنه الاولى من حساب الدائن الى حساب الصندوق، الدائن اخذ والصندوق اعطى، يبقى ده مدين وده دائن. الفوائد المدينه اللي هي 1600 عن السنه الاولانيه، بص بقى كان المبلغ بتاع الفوائد كان كله غير مستحق، بس السنه دي اللي مع مر سنه اصبح فوائد مستحقه، فوائد مدينه نفقات، يبقى يعني حساب فوائد مدينه الى حساب فوائد غير مستحقه. ده في السنه، اذا ايه؟ السنه الاولى. فكل سنه هتتكرر نفس القيود. القيد الاولاني خلاص الشراء مره بتحصل واحد مره واحد، بس كل سنه ايه؟ هنسدد اخر كل سنه هنسدد قسط للدائن، ونروح ايه؟ واخدين حته من الفوائد بدل ما كانت غير مستحقه هتبقى ايه؟ مستحقه. صح. خلاص كده؟ اه بص ده السنه الاولى سداد القسط تسويه الفوائد. السنه الثانيه سداد القسط وتسويت ايه الفوائد. هتبص تلاقي ال 1600 موجوده في اول سطر في الجدول، ال 1327 ثاني سطر في الجدول. في كل سنه بناخد الفوائد المدينه نحولها بدل ما كانت غير مستحقه تبقى فوائد مدينه الى حساب غير مستحق. اذا كل سنه الفوائد المدينه بالذات كل سنه بتاخد الفوائد المدينه ورصيد اقساط غير مستحقه هينقص كل سنه. كل سنه هو اساسا كان مدين بيبقى داين بكل فوائد بكل سنه لحد اخر سنه هتوصل لايه؟ زيرو. ده كيفيه تسجيل العمليه. طيب الخامس بقى هيبقى ايه؟ من حساب الدائن الى حساب الصندوق والبنك. وبعدين 370 الى حساب فوائد غير مستحقه. هتبص تلاقي رصيد الفوائد غير المستحقه زيرو. والفوائد المدينه اتحملت على الخمس سنين هي عباره عن 5045، وبذلك نقل حسابات الدائن والفوائد غير المستحقه هيتقفلوا. ده كيفيه تسجيل في حاله شراء اصول على اقساط. طيب الحته اقتناء الاصول بالمبادله هنشرحها، بس هنرجع لها تاني في اخر الفصل. ليه بقى؟ المبادله معناها ايه؟ معناها انك بتتخلص من اصل، بتخرج اصل وبتاخد اصل بداله جديد. اذا ايه؟ فيها عباره عن اقتناء وتخلص في نفس الوقت. مشكلات الاصول الثابته عباره عن الاقتناء، الاهلاك، التخلص. فالاقتناء احنا عملناه، بس بعض الاصول بتقتنى بالمبادله، باخد على طريق ايه؟ المبادله. انا عندي هنا طيب هنأجل موضوع المبادله دي علشان هنبقى ايه؟ هنربطها بالحته الاخيره ازاله او الاستغناء عن الاصول وفي نفس المبادله، لانها ايه؟ عمليه مزدوجه في نفس الوقت، يعني ناخدها في الاول ناخدها في الاخر، ناخدها في الاخر علشان تبقى ايه؟ ازاله الاصول واقتناء الاصول في ايه؟ في نفس الوقت. بس عموما علشان ما نرجعش للحته دي تاني، مبادله الاصول بتخرج اصل ودخل اصل. اختلاف القيمه الدفتريه عن القيمه السوقيه وعن القيمه الحقيقيه بتاعه الاصول بتؤدي ان ممكن نتيجه المبادله تكون ربح او خساره. فعلشان بعض الشركات بتلجا الى اجراء عمليات مبادله وهميه عشان تظهر ارباح وهميه في الدفاتر. الجماعه بتوع المعايير المحاسبيه، المنظمات المهنيه المسؤوله عن وضع معايير المحاسبه او اسس مبادئ المحاسبه، متحفظين متخوفين او حذرين من الحته دي، فبيحطوا ضوابط علشان يقفلوا الباب على
التلاعب او العمليات الوهميه. ايه هي المحاذير او المعايير؟ قال لك المبادله الاصول فيها نوعين، اصول غير متماثله. غير متماثله يعني اثاث بعربيات، عربيات باراضي، اراضي باوراق ماليه. اذن اصلين غير متماثلين. اذا كان الاصول غير متماثله يعترف بالارباح والخسائر ويسجل الاصل الجديد بالقيمه السوقيه العادله. القيمه السوقيه العادله اللي ايه؟ لما انت اشتريت اصل مقابل التنازل عن الاصل، فتكلفه الاصل الجديد هي عباره عن القيمه السوقيه للاصل اللي انت ايه تخلصت منه. لان كان ممكن ايه، انا عندي عربيات قديمه وعاوز اشتري حته ارض، انا كان ممكن ان اروح اخد العربيات القديمه وابيعها في السوق واخد الثمن ده واروح اشتريه ايه بايه بحته ارض. هيبقى عمليتين في شخصين متخلفين. فطبعا اذا كان فيه زميلي جنبي او حد صاحبي او شركه تانية عنده ارض مش عاوزها وانا عندي العربيات القديمه مش عاوزها، فنعمل تبادل بدل ما هو ينزل السوق وانزل السوق ويمكن فيه ايه في احتمال ايه الخساره او المكسب. فقيمه الاصل اللي انا باخده هو عباره عن القيمه السوقيه للاصل المتنازل عنه. علشان كده ايه، لو في اصول غير متماثله يبقى معنى ذلك بعتبر الارباح والخسائر ويسجل الاصل الجديد ايه، الاصل الجديد هيسجله تكلفه الحصول عليه هي عباره عن القيمه السوقيه العادله للاصل اللي انا ايه تنازلت عنه. ده لو اصول غير متماثله. الحته الثانيه اصول ايه متماثله، عربيات بعربيات، ارض بارض، اثاث باثاث. في حاجتين، اذا كان نتيجه المواد لخساره دي ما فيهاش جدال، هنعترف بالخساره ويسجل الاصل الجديد بالقيمه السوقيه بتاعته. عاوزين نخسر البتاع دي، نقلل الزوم بتاعها شويه علشان ايه بس ماشي. نتيجه المبادله خساره يبقى يعترف بالخساره فورا ويسجل الاصل الجديد بالقيمه السوقيه العادله للسوق للاصل اللي احنا ايه بعناه. طيب لو كان نتيجه المبادله ربح واصول ايه متماثله، قال لك اذا ما كانش فيه مبالغ نقديه مسدده بين الطرفين يبقى لا تتضمن المبادله استلام نقديه، يؤجل الاعتراف بالربح اي لا يسجل، ويسجل الاصل بالتكلفه الدفتريه للاصل القديم زائدا اذا كان. طيب اذا ما فيش مبلغ نقدي يبقى هيسجل بالايه تكلفه الدفتريه للاصل القديم، ما فيش ربح يعترف به. طب اذا كانت المبادله تتضمن استلام نقدية كجزء من قيمة الصفقة، يعترف فقط بجزء من الأرباح تعادل نسبة النقدية المستلمة إلى قيمة الصفقة الكلية. لو أنا عندي مثلا عندي أصل بتكلفة الصف الدفترية التكلفة الدفترية بتاعته 5000 والقيمة السوقية العادلة بتاعته 7000، يبقى إذا المفروض يكون فيه ربح 2000. قال لك لا، لو ما فيش فلوس يبقى الاصل الجديد هيتقدم بال 5000 فقط، الربح مش هحتسبه، كان انا بقلل قيمه الاصل الجديد في الدفاتر بتاعتي. طب افرض بقى ان دلوقتي اهوت فيه انا هديله الاصل بتاعي واخد منه مثلا 1000 جنيه. طب الربح كام؟ ربح 2000. انا اخدت نصف القيمة نقدا. لو انا قدت نفس القيمة نقدا يبقى هبصت لها هعترف بنص الارباح، يعترف بجزء من الارباح تعادل ايه؟ تعادل القيمة المستلمة اللي انت اخدتها الالف على القيمة الساقية العادلة للاصل ايه المستلم. اذا ديت الضوابط بتاعت امتى نحتفظ او نحتسب او نعترف بالارباح او الخسائر بتاع النتيجة المبادلة. دي علشان كانها جايه في الاول شرحتها علشان ما نرجعلهاش تاني، انما في امثله رقميه على كل الحالات دي كلها هتبقى ايه بعد شويه ايه هنشوفها مع بعضينا. ده الجزء الاول. دي امثله اهي.
هنأجلها دلوقتي عشان بس ايه الوقت. هنرجع لها. طب ناخدها عشان ايه ما نرجعش هنا تاني. ده كأنه تمرين هنعمله مع بعض. مبادلة أصول غير متماثلة. أراضي، أنا هشتري أراضي مقابل إن أتنازل عن سيارات، زائدا مبلغ نقدي قدره 25,000. التكلفة الدفترية للسيارات 45,000، وهي عبارة عن التكلفة الأصلية زائد ناقص الإهلاك المتراكم 55. يبقى القيمة العادلة والقيمة العادية للسيارات 60,000. في الحالة دي الأرض هتكون إيه؟ الأراضي اللي أنا اشتريتها عبارة عن القيمة السوقية العادية للسيارات اللي هي 60,000، كأن أنا تنازلت عن عربيات قيمتها 60,000 ودفعت 25. يبقى ثمن الأراضي كام؟ ثمن الأراضي 85. أنت تنازلت عن عربيات سعرها في السوق 60 ودفعت عليها كام؟ 25. يبقى كام تكلفة الأراضي بتاعتك؟ كام؟ 85. ال 85 ديت العربيات الأراضي هتسجل بال 85، و هيبقى فيه ربح عندي قدره كام؟ عبارة عن 15,000 جنيه. ليه؟ لأن القيمة الدفترية عبارة عن 55. و 55 القيمة الدفترية 55، لا سوري، القيمة الدفترية 45، الإهلاكات 55 والتكلفة الأصلية 100، يبقى التكلفة الدفترية بتاعت العربيات 45، قيمتها السوقية بالعدالة في السوق كام؟ 60. يبقى إذا أنا عندي 15 جنيه ربح المبادلة. ربح المبادلة اللي هيعترف بيه ليه؟ ببادل العربيات بأراضي. طيب لو فرض القيمة السوقية العادلة للسيارات 40,000، يبقى معنى ذلك ان ايه تكلفة اقناء الارض عبارة عن ايه؟ عبارة عن 40,000 السابقة السوقية اللي انا متنازل عنها زائد الايه؟ زائد ال 25. يبقى اذا العربيات تسجل بكام؟ ب 65,000. ده اللي في الحالة دي خسارة واعترف بيها. المثال الثاني اصول متماثلة بخسارة. عندي هنا اهوت السيارات في المثال السابق اللي هو ده تكلفتها الاصليه 80 والقيمه العاديه له سيارات مقابل سيارات. اذا فرض السيارات في المثال السابق تمن ولها سيارات تكلفتها من الواقع يلزم ايه؟ السيارات القديمه زي ما هي ال 100 ناقص ال 55. السيارات الجديدة، السيارة الجديدة اللي هاخدها تكلفتها وهي جديدة 80,000. يبقى كأن أنا القيمة العادية للسيارات القديمة 40. طيب البائع أعرف عن استعداد لإجراء المبادلة مقابل السيارات القديمة زائد مبلغ نقدي 30، كأن أنا هد السيارات القديمة وأدفع عليها إيه؟ 30. يبقى الحالة دي هيبدأ ايه؟ كأن اشترينا الآلات بمبلغ كام؟ البائع اشتراها بمبلغ 50. ليه؟ العربيات اللي ناخدها منه البائع تكلفتها في السوق او في سعر الكتالوج 80، انا هدفع 30، كأن انا بعت العربيات بكام؟ ب 50. اقول لها تاني، انا اشتريت العربيات الجديده، انا رحت معرض العربيات واخد عربيه جديده 88,000، هسدد له ازاي؟ قال لك ايه؟ هتدفع 30. لو انا دفعت 30 كانني بعت العربيات بتاعتي بكام؟ ب 50. طيب بعتها ب 50 وتكلفتها الدفتريه كام؟ 55. يبقى هنا ايه؟ دي خساره.
الشارع القديم العائلات القديمة المملكة 50، وبالتالي لو استلمنا ظهر الأمر أثبتنا العملية فإن الأصل الجديد يتبع بالـ80، وتحقق ربح في هذه الحالة في غلطة هنا في الكتاب، وتحقق ربح قدر 50 على الأصل الجديد، ولكن هذا يخالف حقيقة الواقع. خلي بالك صح شكلا كده يبان لنا كسبان. البائع لم يكن ليدفع 50 في أصل السيارات القديمة قيمته في السوق 40. طيب، ولكن وإذا قبل الصفقة على هذا فإن معناه أن هناك مغالاة في سعر كتالوج السيارات. السيارات ثمنها كام؟ 80,000 شكلا. طب هو إذا قبل أن هو يعمل صفقة كده فإنه عارف أن 80,000 ديت إيه مغالاة، أنا مغالاة فيها. فإذا إذا صفقة تمت على هذا الأساس فإن معناه أن ذلك في مغالاة سعر السيارات الجديدة، وأن سعرها الحقيقة هو 70,000 وليس إيه 80,000. الأصل القديم حقق خسارة قدرها كام؟ 5,000 ومش ربح. القيمة السوقية للعدل الأصل القديم كان 40، والمبلغ النقدي كام؟ 30. كأننا هنا جميل. في الحالة الثانية الأصل اللي أنا بعته ثمنه كان في السوق 40، والمبلغ اللي أنا دفعته 30، مقابل هاخد الأصل الجديد. يبقى الأصل القديم كان أنا اشتريته بكام؟ ب80 ولا ب70؟ 70. أنت تنزلت عن أصل في السوق قيمته 40 ودفعت مبلغ 30، يبقى كأنك أنت دفعت في الأصل الجديد 70,000 مش 80. عشان كده بالنسبة للعربيات الجديدة بمقدار ايه؟ 70,000. طيب، حالة مبادلة أصول مماثلة بربح وما فيش مبلغ نقدي. هنا في المثال السابق السيارات القديمة في دفاتر ألف كانت 70، هي القيمة الدفترية 100 والإهلاكات كام؟ 70. إذا القيمة الدفترية كام؟ 30. وسمى القيمة السوقية العادلة كما هي اللي هي 40,000. فإنه يكون هناك ربح دفتري كام؟ صف التكلفة الدفترية 30 وسعرها في السوق القيمة العادلة 40، كأن فيه ربح إيه قدره كام؟ 10. صف التكلفة 30 وقيمتها في السوق 40، يبقى فيه ربح قدره كام؟ 10,000. واضحة دي ولا مش واضحة؟ 100,000 ناقص 70 يبقى التكلفة الدفترية 30، قيمتها في السوق 40، كأن فيه الربح دفتري قابل لتحقيق 10، عبارة عن الفرق بين القيمة السوقية العادلة وصف التكلفة الدفترية. ولكن لا يسمح بالاعتراف بذلك الربح. فإذا فرض يعني إيه؟ إذا فرض إن إحنا تمت بسيارات أخرى بدون دفع مبالغ وكان مع ذلك الثمن حقيقي للسيارات هو 40,000 لهي القيمة السوقية العادلة للسيارات اللي أنا تنزلت عنها. الثمن الحقيقي للسيارات هو 40,000 برغم أنها قد سجل في الدفاتر بصافة ليه كان في مشان عند ربح. القيمة السوقية قيمة الحقيقة بالعربيات هو 40 اللي هو القيمة السوقية دي. تاني القيمة السوقية العادية للعربيات اللي أنا بعتها 40، وخدت بدلها سيارات، وبالتالي يبقى التكلفة بتاعة السيارات الجديدة 40. بس علشان أنا كسبان فيها 1,000 وأصول متماثلة لن أعترف بال10. فالمفروض بدل ما كنت أسجل العربيات الجديدة ب40 هاخد ال10 بتاعة الأرباح وأخصمها من قيمة اقتناء العربيات الجديدة، وبالتالي تسجل في الحساب الصافي تكلفة الأصل القديم بحيث لا يظهر أي أرباح من عملية المبادلة. خلي بالك ال30 دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن صافي التكلفة الدفترية بتاعة الأصل إيه القديم. طيب إذا فرق في المثال السابق، خلي بالك بقى المثال السابق عبارة عن إيه؟ القيمة العادية القيمة السوقية العادلة 30، هيدفع الأخير مبلغ كام؟ 10,000. إذا فيه مبلغ مدفوع،
فإن مع ذلك هناك ربحا قدر 10,000، هو عبارة عن الفرق بين التكلفة الدفترية اللي هي 30,000 وال40,000. ولكن يعترف من هذا المبلغ مقدار، أنا عندي قيمة الصفقة بالكامل كام؟ 30 عربيات القديمة ومبلغ 10 إيه؟ 10. صفقة قيمة الصفقة كلها 40,000. فيه مبلغ نقدي هندفع مقداره إيه؟ اللي هو مقدار الربح، مبلغ نقدي كام؟ 1000. ومقدار الربح إيه؟ 1000. فأنا عندي هنا الـ 1000 على الأربع، للأسف الـ10,000 على الـ40,000 يبقى الربع. الربح مقداره كام؟ 10,000. أعترف بمقدار الربع بتاع الربح ده، أي 2500. يبقى سجل الأصل الجديد بالقيمة السوقية العادلة مقسومة من الأرباح التي لم يعترف بها، اللي هم إيه؟ 30 ناقص 7,500 اللي يبقى إيه؟ 22. في اكثر من طريقه مطروحه ثانيه عشان بس الوقت هنكتفي بهذا القدر. في عمليه ارباح المبادله، انتقل للنقطه الثانيه. اذا ده ارباح مبادله الاصول، تكلفه الاقتناء، التقسيط، الخصم النقدي على جناه. سجلنا الاصل الجديد في الدفاتر، عاوزين بقى نستخدمه. استخدام الأصل ينتج عنه إيه؟ هلاك الأصل. كل سنة بيستخدم فيها الأصل بيستهلك جزء منه، ده يعتبر اسمه نفقة الإهلاك. طيب نفقة الإهلاك دي تعتبر نفقة على كل سنة استخدمت الأصل. إزاي بنحسب الاستهلاك؟ فيه كذا طريقة. طريقة وحدات الإنتاج أو عدد الساعات أو عدد وحدات النشاط. طريقة القس الثابت وطريقة القس المتناقص. نيجي بقى نشوف ازاي بنعالج ايه أربعة في طرق خاصة. هنكتفي بالثلاث دول ثلاث طرق اكتر شيوعا، وحدات الانتاج، طريقة القسط الثابت، طريقة القسط المتناقصة. نشوف طريقة وحدة الانتاج. انا عندي مثال صغير، اذا كان في احد الاصول يقدر انتاج العمر الانتاج بتاعه ب10,000 100,000 ساعة تشغيل. تكلفة الاقتناء بتاعته 62 والخردة ب2,000. يبقى القيمة اللي احنا مفروض نستهلكها كام؟ عبارة عن تكلفة الاقتناء ناقص تكلفة ايه؟ الخردة. وكانت معدلات الاستخدام في بعض السنوات كما يلي. هما كله 100,000 ساعة تشغيل. بس مش كل السنوات زي بعضيها. أول سنة استخدمنا 10,000 ساعة. استخدمنا الأصل 10,000 ساعة. السنة الثانية 15، السنة الثالثة 12. يبقى عندي هنا أهو 7. في غلطة مطبعية هوت، يبقى عندك كام؟ 100,000. انا عندي انا مش واخد العمر الانتاج كله، يعني واخد ايه بعض الثلاث سنوات على سبيل المثال. تاني انا عندي الاصل كله تكلفته كام؟ 62. نشيل ثمن الخردة 2000، يبقى 60,000 على 100,000 ساعة تشغيل، ده عمر الاصل كله. يبقى 60,000 على 60,000 60,000 على 100,000 ساعة، نقسم 60,000 على 60,100، يبقى كأن ايه كل ساعة تديني كام؟ عبارة عن 6.6 يعني ايه؟ يعني 6/10. احسبها كده، 62 على 100، 62,000 على 100,000، شيل ال 3,000، يبقى اذا ايه؟ مش 62، 60، شيل ال 2000، يبقى 60,000 على 100، يبقى 6/10. 6/10 دي كل ساعة 6/10.
طيب السنة الأولى استخدمت كام ساعة؟ 10,000 ساعة، ضربها في 6 من 10 تدي لك اللي هيتحمل على السنة الأولى 6,000. السنة الثانية من غير ما نشوفها بقى 6 من 10 في كام؟ في 15، هتدي لك يبقى إذا السنة الثانية تحمل تكلفة إهلاك كام؟ 9,000. السنة الثالثة 12,000 ساعة، 0.6 في 0.6 في 6 من 10 تدي لك إيه؟ 7,200 ساعة. ده بيحدد عبء الإهلاك بتاع إيه كل سنة. السنة الأولى أهو 10,000 في 6 من 10 6,000. السنة الثانية 15,000 ساعة في 6 من 10 تدي لك 9,000. السنة الثالثة كام؟ 12,000 ساعة في 0.6 في 6 من 10 تدي لك 7,200. ده طريقة حساب قيمة الإهلاك في كل إيه سنة في ظل الطريقة إيه الأولى. وهكذا كل سنة ال 6 من 10 أهيت في عدد ساعات التشغيل. أي سنة عاوزين نعرف استهلاك قد إيه نضرب 6 من 10 في عدد ساعات التشغيل بتاعت إيه كل سنة. دي الطريقة الأولى. طريقة القسط الثابت دي سهلة ومباشرة، عشان كده معظم الناس إيه بتحب تستخدمها. الطريقة دي عبارة عن إيه؟ بنشوف تكلفة الأصل ناقص الخردة 62 ناقص 2 يبقى 60، على 5 سنين يبقى كل سنة إيه؟ هتتحمل ب 12,000 جنيه قسط ثابت بغض النظر عن إيه؟ لاستخدام القسم إيه؟ الثابت. طيب الطريقة الثالثة اسمها طرق الاستهلاك المتناقص، ليه دي لها طريقتين. الطريقة الأولى تحكمية نسبة كده يعني ملهاش منطق. في طبعا بتتحدد إما صيغة رياضية ودي محدش يعني محدش بيستخدمها، أو طريقة نسبة ثابتة من طريق المتناقص. النسبة الثابتة دي بتحدد إما بطريقة تحكمية اربيتراري عشوائية أو بطريقة إيه رياضية. لو الطريقة الرياضية عبارة عن واحد ناقص قيمة الخردة على تكلفة الأصل هتديني نسبة معينة، دي نسبة إيه؟ نسبة ثابتة كل سنة. هنشيل بقى فيه بقى علشان مش كل الناس هتقعد تعمل الصيغة الرياضية. في نسبة تحكمية الناس الإدارة بتحددها بطريقة ما. في حاجة متعارف قال لك إيه؟ هنخلي النسبة بتاعت القسط المتناقص ضعف أو جزء من القسط الثابت. في بعض يقول لك إيه؟ مضاعفة القسط الثابت. إذا كنا مثلا القسط الثابت 20% يبقى القسط المتناقص 40% أو 30%. إذا أنت دي مش شغلتنا، إحنا بيحددنا إيه؟ نسبة ثابتة من الرصيد المتناقص. طيب سيبنا من النسبة المعادية أهو. طيب نسبة عندنا نسبة إيه؟ تحكمية. النسبة التحكمية دي برضه موارثة علشان مش كله عاوز يعني إيه يعرف حساب إيه معدلات الرياضية الآخر. نسبة التحكم قال لك إيه؟ إذا كان القسط الثابت 20% يبقى القسط المتناقص 40%. دي اللي هي من إيه في المقام بتاعنا. أهم حاجة أنا عاوزك تعرفها حاجتين. لما نيجي نقول نسبة ثابتة من رصيد المتناقص ما بحسبش قيمة الخردة، لأن إحنا لما نقول نسبة ثابتة من رصيد المتناقص عمرنا ما هنوصل للصفر. فإحنا بنطبق النسبة على المبلغ الإجمالي لتكلفة الرياضية اللي كام؟ ل 62,000. فأنا عندي أهو افترض إن أنا عن نسبة النسبة 40%. باخد 40% من التكلفة الدفترية من غير ما أخصم إيه الخردة. ف40% من 62 هيدي لك قيمه الاهلاك. اطرح قيمه القسط الاهلاك بتاع السنه الاولى من الرصيد، يدينا الرصيد بقى في السنه الثانيه. اخد 40% من الرصيد بتاع اول ايه كل سنه، يقول لك نسبه ثابته من الرصيد المتناقص. اول سنه كان الرصيد اول ما 62 سالكنا 24، اطرح دي من دي يدي لك الرصيد الجديد. تاخد 40% من الرصيد الجديد في السنة الثانية، في السنة الثانية 40% من الرصيد بتاع السنة إيه اللي قبليه، وهكذا. ده اسمها نصيبة إيه؟ نسبة ثابتة من الرصيد إيه؟ المتناقص. ده كيفية حساب القسط أو أعباء الاستهلاك بتاعتنا. طيب النقطة الثالثة، إزاي أسجل الدفاع الإهلاك في الدفاتر؟ في طريقة الأولى اسمها الإهلاك الطريقة المباشرة أو الإهلاك المباشر. بمعنى إيه؟
الطريقه الاولى اللي هي اسمها طريقه مجمع الاهلاك، بخلي الاصل ثابت في الدفاتر، ما بجيش ناحيته، باجي اعمل حساب جديد اجمع فيه اقساط الاستهلاك بكل سنه، بنسميه ايه؟ حساب مجمع الاهلاك. في كل سنه اروح واخد الاهلاك بتاعها واحطه في حساب المجمع الجديد واعمل بيه قيد، هنشوف القيود ايه بتاعتنا دلوقتي. وبالتالي هيبقى عندي حسابين في نفس الوقت، حساب الاصل ثابت ما يجيش ناحيته، وحساب اسمه مجمع الاهلاك كل سنه بيزيد بمقدار ايه؟ الاهلاك بتاعتي. ده طريقه اسمها طريقه مجمع الاهلاك. الطريقه الثانيه بقفل الاهلاك كل سنه في الاصل، وبالتالي الاصل يظهر ايه؟ بالصافي في الدفاتر، ما اعرفش تكلفته الاصليه ايه. اذا عندي حساب من حساب الاهلاك الى حساب الاصل، الاصل بيتناقص كل سنه، الدفاتر الاصل يظهر بقيمه متناقصه في الميزانيه من سنه بعد الثانيه. عندي هنا اهوت لما اجي في الميزانيه عندي الف التكلفه الاصليه بتاعته، عندي اصلين، اصل قديم واصل جديد، التكلفه الاصليه بتاعته 100,000، مجمع الاهلاك اقساط التناوت ايه؟ 80,000. انا بقول لك ليه الثانيه الاولانيه افضل. لو انا عندي الاصل الاولاني ده 100,000 والاهلاك 80,000، لو انا قلت لك هو 100,000 واهلي استهلك بمقدار 80,000، تقدر تعرف الاصل ده في نهايه عمره الانتاجي وفاضل منه ايه؟ خمسه موجود. طيب تعالى بقى واحد تاني، اصل تاني، اقول لك ايه؟ التكلفه الاصليه الاولانيه بتاعت الاصل ب 30,000، مجمع الاهلاك بتاعته كام؟ 29,000. هتقول لك ايه؟ الاصل التاني، الاصل الاولاني هيظهر بقيمته كام؟ 20,000. الاصل ب هيظهر بكام؟ ده 10,000، دي فينا ايه؟ في صفر ناقص، يعني دي 100,000 و80 ودي 30 و10. في النهايه هتبص تلاقي الاثنين متساويين، صف القيمه هنا كام؟ هيبقى 80 20، وصف القيمه هنا كام؟ برضه 20. يبان لك ان الاثنين اصلين زي بعض، ولكن هل حقيقه الاثنين اصلهم زي بعض؟ لا، ده اصل جديد استهلك منه ثلثه، ده اصل قديم استهلك منه 4/5 اللي هو 80% منه. مجموع الاصول واحد، ولكن هوت ايه؟ الشكل الاولاني 80 100 ناقص 80 20، اصل ب 30 ناقص 10 20، مجموع الاثنين ال 40. انه افضل يديني معلومات اكتر لقارئ الميزانيه، ده ولا ده؟ لو احنا لو احنا حطينا الاصول خصمنا الاستهلاك من القيمه الدفتريه او قيمه مباشره، هبص ايه؟ اصل الف قيمته كام؟ الصافي بتاعته 20، 80 ناقص ايه؟ 100 ناقص 80. اصل ب برضه قيمته 20. عندك اصلين قيمتهم في الميزانيه 20 و20، ما تعرفش ايه الفرق بين الاصلين الاثنين. ما تعرفش انت كنت شاريه ايه دي واهلته قد ايه. يبقى دي هذا الشكل عن طريق مجمع الاهلاك تدي صوره حقيقيه عن الاصول واختلاف بتاعها. بالنسبه لاي واحد بيشتري الشركه او تحليل مالي، يبقى فيه فرق بين الشكل ده والشكل ده. هنا في فرق بين الاصلين فظاهر واضح، هنا مفيش فرق بين الاثنين بالرغم ان في اختلاف ايه؟ حقيقيه. طيب هو بيسالك بيقول لك ايه؟ ايه الافضل بالنسبه لقارئ الميزانيه؟ بيدي لك بقى معلومات ان الايه؟ الشكل الاولاني ايه؟ افضل. ده اسمه طريقه ايه؟ مجمع ايه؟ الاهلاك. طيب هنا الاصل كام؟ 110 الشناء 110،
قيمه الخرد كام؟ 10. يبقى صافي القيمه اللي احنا المفروض نستهلكها كام؟ 100,000 على 5 سنين افترض ايه؟ 20,000. تعالوا بقى هنا عاوز افرق طريقه مجمع الاهلاك وطريقه الاهلاك المباشر. الاهلاك المباشر ايه؟ بقفل الاصل الاهلاك في الاصل كل سنه. بدي لك رقم علشان تعرف ازاي بتسجل. في تسجيل اقتناء الاصل من حساب الاصل لحساب النقديه 110,000 اللي ده هو ده. دي طريقه المجمع الاهلاك. في اخر السنه الاولى اقول ايه؟ من حساب اهلاك الاصل لحساب مجمع الاهلاك. الاصل ما جتش ناحيته. عملت حساب جديد اسمه مجمع الاهلاك دائم. اسم نسميه مش اصول ولا خصوم، حساب ايه؟ مقابل للاصول. الاصل مدين ومجمع الاهلاك بتاعه دائم. ما اقولكش لا اصول ولا خصوم، ولكن مقابل الاصول. هنا بقول لك ثاني طريقه حساب الاصل الاهلاك الاصل الى حساب الاصل. كل سنه الاصل ايه؟ بيتخفض بمقدار الاهلاك بتاعك. طبعا في هنا غلطه مطبعيه يوم 20,000. هنا في هنا صفر ناقص. حساب الارباح والخسائر في كافه الاحوال حساب الارباح والخسائر مدين ب 20,000 الى حساب الايه؟ الهلاك. وهنا حساب ارباح وخسائر الى حساب الهلاك، مفيش فرق. بالنسبه للميزانيه الاصل هنا ايه؟ يظهر بالتكلفه الدفتريه ناقص المجمع الاهلاك. هناك يظهر الاصل الصافي. ده الفرق بين طريقة الإهلاك، ده الإهلاك المباشر وده طريقة إيه؟ مجمع الإهلاك. وكل سنة بنعمل إيه؟ القيود دي كلها. ده بالنسبة لطريقة إيه؟ الحساب أو تسجيل إهلاك الأصول. عرفنا طرق الحساب إما قسط ثابت أو قسط متناقص أو إعادة تقدير أو وحدات الإنتاج. ده كافيه الحساب. تفضل تسجيلها اما طريقه الاهلاك المباشر او طريقه ايه؟ مجمع الاهلاك. ادي طريقه مجمع الاهلاك ودي طريقه الاهلاك ايه؟ المباشر. مهمه جدا علشان نعرف خطوات المحاسبه عن اتخاذ الاصول. اول حاجه في عندي ايه؟ حسابات الاصل. ضروري تتقفل. ايه حسابات الاصل؟ حساب الاصل وحساب مجمع ايه؟ الاهلاك. اقفال حساب معناه اذا كان هو رصيده مدين تعمله داين، اذا كان رصيد داين تعمله ايه؟ مدين. يبقى اذا ايه؟ اول خطوه حساب اهلاك الاصل عند المده او تراه حساب اهلاك الاصل عند المده من تاريخ اخر قائمه الدخل او تاريخ حساب حتى تاريخ التخلص من الايه؟ الاصول. ده مجرد حساب. تسجيل الاهلاك المحسوب في الخطوه السابقه من حساب الاهلاك الى مجمع ايه؟ الاهلاك. اثبات القيمه المتحصل عليها من البيع او المبادله. مش احنا ايه؟ انت اصل هتخرج هتبيعه او تبادله، فالقيمه اللي متحصل عليها هتاخدها. لو انا بعت الاصل هقول ايه؟ من حساب النقديه الى حساب الاصل. طيب اقفال حساب مجمع الاهلاك في حساب الاصل. اقفال يعني ايه؟ ده مدين، هم واحد مدين واحد تعكسهم. رصيد حساب الاصل بين القيدين يكون ممثلا الارباح والخسائر. انا عندي نهوت من مذكورين مجمع الاهلاك او اصلا داي هنقفله، يبقى عاجل ايه؟ مدين باخر رصيد. حساب النقديه لو انا بعت هتخش في النقديه، حساب النقديه ايه؟ مدين في حاله البيع بالقيمه المتحصل عليه. الاصل الجديد لو في حاله المبادله هيبقى بدل ايه؟ النقديه. يبقى عندنا ممكن يكون مجمع الاهلاك هيتقفل هاخد نقدية، يبقى حساب المدين النقدية مدين. لو أنا أخدت أصل بداله يبقى الأصل الجديد هو في إيه؟ في طرف المدين. إلى حساب كل ده إلى حساب الأصل القديم بالتكلفة الأصلية اقتناء في الأصل. طلع فينا بقى فيه فرق بين الجانبين هيبقى يا ربح يا خسارة. وعدد ما يكون هناك فرق بين الجانبين هو عبارة عن ربح إذا كان في الطرف الداين، لو الفرق في الطرف الداين أقل يبقى ربح. إذا كان الطرف الناقص او النقص في طرف المدينه يبقى ايه؟ خساره. هنا بقى اخر حته اللي احنا ايه قلناها قبل كده. الثلاث حالات الاربع حالات بتاعت المبادله. هنا بقى امثله على مبادله الاصول واذا كنا هنعترف بالارباح او ما نعترفش بيها، وبارقام الكلام اللي احنا قلناه في اول الفصل او موجود في امثله. حاله مبادله الاصول باصول غير متماثله
فيه مثال. هناك بقى ما كناش عملناها بالقيود، كنا عملناها بالحساب بس، ان هو ايه مثال متكامل. هنا اصول غير متماثله تعترف بالارباح والخسائر، ما فيهاش مشكله. عند حساب الاراضي الاصل الجديد، مجمع الاهلاك بتاع السيارات القديمه قفلناه، السيارات الجديده انا ايه اشتريت اراضي قيمتها السوقيه 40، والقيمة الحقيقية أو القيمة الدفترية ذي بتاعة الأصل اللي سيارات عبارة عن 45. طيب تكلفة السيارات اللي بعتها 45 وخدت بدلها أراضي ب40، يبقى فيها خسارة 5000. حالة أصول متماثلة بخسارة ما فيهاش جدير، بأربع طرف الخسارة. مثال تاني، مدى الأصول متماثلة بالربح ولا تضمن نقديه، في اهو اللي بالك هذه العمليات اللي لما الربح المضلع عن الاصل القديم وقدره 10000. طيب والقيمه السوقيه العادله 40000، يعني اذا صافي التكلفه 30 والقيمه السوقيه 40 اهي، يبقى اذا كان فيها ربح، ولكن هذا الربح لا يعترف به كليه ويخفض الاصل، يعني بدل القيمه السوقيه للعادله اهو 40، المفروض تسجل الاصل الجديد اللي هو الاراضي ب 40، سوري العربيات متماثله 40، بس عشان فيه ربح ولا يجوز الاعتراف به بنخفض تكلفه السيارات الجديده بال 10، ويبقى ايه؟ بص سيارات قديمه جديده ب 30، ومجمع اهلاك كان ما فيش ربح في الحاله دي. ده لو في حاله مبلغ نقدي، او زي ما قلنا قبل كده عندك هنا التكلفه الاصليه 5730 والقيمة السوقية 40، نفس البيانات بتاعة الفعل. أنا هيجي لي إيه؟ هاخد سيارات قيمة السوقية العادلة 30 وزائد مبلغ نقدي 40. إذا هنا هوت كأن أنا إيه؟ هاخد إيه؟ قيمة الواردة اللي هاخدها. العربيات قيمتها السوقية ب 30. سوري. القيمة السوقية بتاعتها 40، هاخد بقى 30 اللي هي القيمة الدفترية ومبلغ اخذ ايه 10، يوجد هنا ربح مبلغ قدره كام 10000، ولكن اللي يعترف بجزء من عندي قيمة الصفقة كلها كام 30 و10 40، انا خدت مبلغ منهم كام 10، يبقى نسبة المبلغ النقدي اللي انا خدته الى قيمة الصفقة كلها 25%. 25% هي دي الجزء اللي انا اقدر اعترف بيه من ارباح ايه المبادله. ربح المبادله كله 10000، اخد اعترف منه ب 5000 ونص، يبقى فيه عندي 7 ونص مش هعترف بيه. اللي مش هعترف بيه اخفض بيه تكلفه الاصل ايه الجديد. الاصل الجديد بتاعي كام؟ كان 30 قيمه السوقيه العادله، اخفض تكلفته ب 7 ونص، 7 ونص من 30 يبقى 22 ايه و500 كده. عندي اهو ربح، الربح الجزء اللي انا اعترفت بيه اللي هو 2500 اعترف بيه واسجله. السيارات القديمه 100000 كده، القيد ايه يبقى انتهى كده. كده بهذا تكتمل معالجه الاصول ايه الثابته، وشكرا ونشوفكم ايه في مره ثانيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.